الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا المؤمن الذي يريد الله ويريد الدار الآخرة ويريد الجنة يقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له في شهر شعبان أمرا ملفتا، وكانت عنده عبادة ملفتة للأنظار، حتى جعلت أسامة بن زيد رضي الله عنه يسأله فيقول كما في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه أهل العلم، قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا واحد، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه ثانية. إذن شعبان ماله؟ شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب كانت العرب تعظمه في الجاهلية، حتى كانوا يسمونه كاسر الأسنة، فكانوا يعني كاسر الأسنة يوقفون فيه الحروب بينهم، لأن شهر تعظمه العرب. فمعروف شهر رجب من أشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، اللي هم الثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. طيب، ورمضان شهر عبادة وشهر صيام. أما شعبان شهر غفلة. ليه؟ لأن أغلب الناس تلاقيه في شعبان يستعد إلى رمضان، ولكن للأسف الشديد في زمننا ده الذين يستعدون لرمضان بالباطل أكثر من الذين يستعدون لرمضان بالحق. تلاقي أهل الفوازير وأهل المسلسلات، مش كده؟ بيستعدوا موسم، عندهم موسم، موسم، أحسنت، هو موسم فعلا، هو بيسموه موسم. وأهل التجارات تلاقي التاجر جاب البضاعة ويبدأ إيه؟ يعرضها ويعلق الفوانيس ويعلق ال مش كده؟ الحاجات بتاعته. ليه؟ لأن ده موسم عنده في رمضان. طيب، الناس دي كلها عندها ده موسم، بس ده موسم دنيوي. لكن المؤمن ايضا رمضان عنده موسم، ولكن موسم اخروي. احنا سمعنا في الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان له عباده، وقال ان هذا الشهر شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، فاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يحيي اوقات الغفله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إن استطعت أن تذكر الله في هذه الساعة، يعني بالليل، فافعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا، والناس لي والناس نيام. وقت إيه؟ وقت غفلة، وقت نوم، تدخل الجنة بسلام. إذا أوقات الغفلة النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يحييها، ويعلمنا نحن كمسلمين وكمؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي أوقات الغفلة. فوقت الغفلة ده لوقت شعبان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا درسا عملي، وهو الصيام. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعوا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وعاشوا معه، يعني من أدرك النبي حتى وفاته عاش معه حتى وفاته، ومن مات قبل النبي مات قبل النبي. المهم أنهم عاشوا النبي وعاشوا مع النبي وتمتعوا برؤيته،
وهاجروا معه عليه الصلاة والسلام. طيب يوم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى المسلمين الذين يأتون من بعد الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من السماء مكافأة للمؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في أوقات الغفلة. فاسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. قال عبادة في الهرج. عبادة في الهرج يعني إيه الهرج؟ وقت الفتن واختلاط الأمور والناس مش عارفة تميز الحق من الباطل، في فتنة وفي أمور مختلطة وملتبسة على الناس والناس في هرج ومرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. فالعبرة ليست بالكثرة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف في سورة الأنعام عفوا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة. فأكثر الناس في أوقات الفتن وأوقات الغفلة بعيدين عن ذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج في هذا الزمان كهجرة إلي. يا سلام، يعني الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في زمن الفتن وزمن الهرج كأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده بنص كلام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء. فهذه كأنها مكافأة لمن حرم الهجرة الفعلية مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم أو يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن يفعل الصالحات في أوقات الغفلات، أوقات غفلة الناس. شهر شعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر غفلة يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. طيب هذا أمر. الأمر الآخر أنه قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وده أمر أيضا ليس بالهين. في نصوص القرآن والسنة إحنا كثيرا ما نقرأ، أغلبنا بيقرأ في القرآن وأغلبنا بيقرأ في السنة، صح؟ أو بيسمع، لو مش هيقرأ السنة بيسمع خطب جمعة وبيسمع دروس. ولكن وعليكم السلام، إحنا عايزين نتدبر نصوص الوحي. يعني إيه نتدبر؟ نقف مع الوحي كلمة كلمة، لأن كل كلمة في الوحي لها معنى، مفيش كلمة في القرآن تعدي كده. كلام الوحي مرتب كلمة كلمة، كل كلمة لها مدلول. كذلك كلام السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه مرتب وله مدلول وله إشارات وله علامات للمؤمن لابد أن يقف معه وهو في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى، وإلى دي تفيد الإيه؟ كأنك ماشي من، يقول لك أنا نزلت إلى الدوحة، يعني رايح، عندك وجهة سفر معينة، سافرت إلى البلد الفلانية، عندك وجهة سفر معينة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. الإنسان مسافر إلى ربه، وأن إلى ربك المنتهى، نهاية السفر بتاعتك، المحطة الأخيرة في حياتك إلى ربك، إما إلى جنة إما إلى نار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فالإنسان هو ماشي في طريقه، المؤمن في طريقه إلى ربه، النبي صلى الله عليه وسلم وضع له علامات ما ينفعش يغفل عنها. من ضمن هذه العلامات علامات شعبان، قال شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، صح؟ وبرر ذلك أيضا في نفس الحديث، سأله أسامة بن زيد على الاثنين والخميس قال ذلك يومان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأيام والأوقات اللي ترفع فيها الأعمال يحب أن يكون في نهاره صائما. طيب الاثنين والخميس تعرض أعمال الأسبوع، وفي عرض يومي يعرض على الله سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، ده عرض يوم. والعرض الأسبوعي الاثنين والخميس، والعرض السنوي شهر شعبان. فالصحيفة بتاعتك كلها من شعبان الماضي إلى هذا شعبان القادم ترفع إلى الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب ليه؟ لأن الصيام لو تأملنا هنلاقيه أفضل النوافل. لو النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد عبادة في شعبان أفضل من الصيام يفعلها في وقت ترفع فيه الصحائف إلى الله كان فعلها، ولكن اختار أحسن عبادة وأفضل عبادة وهي الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عليك بالصوم فإنه لا عد له، لا مثيل للصوم، إنه لا مثيل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار كم؟ 70 خريفا، 70 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة كما في الحديث القدسي عن رب العالمين، الصوم جنة. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصيام لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر فضائل الصوم التي نعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أحسن عبادة عبادة الصيام عشان يرفع العمل وصحيفة الأعمال ترفع وهو في ذلك العبادة عليه الصلاة والسلام. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب احنا عندنا أمر مهم، وقفة يعني مهمة جدا قبل دخول شعبان، هم وقفتين. الوقفة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل قال يطلع الله سبحانه وتعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه يعني المسلمين إلا لمشرك أو مشاهد. الاثنين دول بيتحرموا المغفرة في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك، الحمد لله إن إحنا موحدين، أو مشاهد. هي دي بقى الوقفة الأولى، ما ينفعش تخش شعبان وانت زعلان من حد، هتحرم المغفره على طول. مشاحن يعني في قلبه شحناء، في اوعى تامر، اوعى. الله المستعان، اللهم صل على محمد. المهم الا لمشرك او مشاحن. المشاحن ده اللي في قلبه بغضاء، اللي في قلبه مشاحنه بينه وبين اخوه المسلم، زعلان من اخوه، زعلان من ابن عمه، زعلان من خالته، من عمته، من عمه، من خاله، من صاحبه، من جاره، من صاحبه في الشغل، ما ينفعش. هتحرم المغفرة على طول. ده موسم، وموسم بيجي في السنة مرة. ويطلع الله سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده في هذه الليلة، ليلة النص من شعبان. طيب، الحل إيه بقى؟ إن أنا أطهر بقى، أنظف. طب هو ما يدينيش، طب هو ما عملليش، طب هو ما سواش، أنا ماليش دعوة، ربنا يحاسبنا أنا. صح يا إبراهيم؟ مش ربنا يحاسبنا. انا احمل في قلبي اتجاهي شحناء ولا لا؟ انا اشهدك يا رب اني لا احمل في قلبي قبل ما تخش شعبان غلا ولا حقدا ولا مشاحنة لاحد المسلمين. يقول ايه؟ شعبان. هذا وقفة اولى. الوقفة الثانية ودي المهمة جدا جدا، صحائف الاعمال ترفع امتى؟ الله اعلم. اول شعبان، نص شعبان، اخر شعبان، الله الذي يعلم. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان الله سبحانه وتعالى سيطلع على الصحائف. هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج؟ الله سميع بصير، صح؟ ما يحتاج ان يطلع. هو يحتاج ان تعرض عليه اعمالك بالليل والنهار ولا اثنين والخميس ولا مره في السنه؟ لا يحتاج. ولكن لماذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ عشان كل انسان يرتب اوراقه ويرتب اعماله وينظم أموره ويعيد ترتيباته في الأوقات دي. طيب قبل دخول شعبان المطلوب عشان ترفع الصحائف بيضاء نقية لابد من يعني إحداث توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربما أنت تكون إنسان بتفعل الصالحات، محافظ على الصلوات الخمسة، بتصدق، بتصوم، حتى نوافل كمان 2 و5 و13 و14 و15، حجيت وعملت عمره، كل ده تمام. لكن المشكله ان ربما يحدث ذنب منك انت ما خدتش بالك منه، يكون نقطه سوداء في صحيفه اعمالك يطلع عليها ربنا فيغضب عليك فيترك حسناتك وينظر الى هذه السيئه. فهي دي المشكله.
ده يبقى الحاجز بينك وبين المغفره. طب الحل ايه بقى؟ الحل التوبه. الحل التوبه، لان المشكله الذي يعلم غير الجاهل. الشاهد ان في بعض الذنوب قد يمقتها الله سبحانه وتعالى ويغضب على العبد بسببها. حلها النبي عليه الصلاه والسلام شرع لنا ركعتين اسمهما بسميها العلماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سموهمش لكن اسمهم صلاه التوبه. ما ماهيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفرت له ذنوبه. مش من شعبان الماضي، كل السنين اللي فاتت. اهم حاجه يتوب من قلبه، يتوب من قلبه. حاضر، تاني صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول الحديث ثاني بس انا عايز ادي مقدمه. ليه بقى التوبه؟ واحد يقول لك طب احنا الحمد لله انا بعمل، يعني ما حدش فينا لا يخطئ، كل بني ادم خطاء وعندنا الحمد لله حسنات، وربنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات. جميل جميل، لكن الناس اللي ربنا ذكرهم في القران وذكر التوبه عشانهم صنفين من الناس. في بعض الناس كان مشرك وكان كافر يعني، فاسلم. ربنا قال: إلا من تاب. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا. إلا ذكر الشرك، وبعد كده قتل النفس والزنا، الشرك خلاص، شرك أشرك، خرج من الإسلام. الباقي فواحش كبائر. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة لوحدها كفيلة أن هي تبدل السيئات حسنات. ده صنف من الناس. في صنف ثاني ربنا رحمك الله، ربنا ذكرهم في سورة التوبة. سورة الإيه؟ التوبة. يعني إيه سورة التوبة؟ يعني بيبين لي معالم التوبة، كيف أتوب إلى الله. ذكر صنف من الناس مسلم ومؤمن وبيعمل الصالحات ولكن عنده مشكلة، عنده خلط، يخلط، يخرج من الجامع يروح الدوام يقب وقع في غيبة ونميمة، وممكن يرجع تاني يصلي العصر عادي، يصلي المغرب والعشاء ويتصدق ويصوم، يروح مش عارف سيت سنتر او اي مكان قب مش عارف يمسك عينيه، لقيه على طول ربنا عافينا ايه مدفع موجه في كده. قال الله سبحانه وتعالى: واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. عسى الله ان يتوب عليهم. يعني في صنف من الناس كده. طب حلهم ايه يا رب؟ قال الايه اللي بعدها على طول: خذ من اموالهم صدقه ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. هذا ايه؟ تاني درس عمل اهو. يبقى توبه ركعتين توبه وبعدين صدقة تطهرهم، تطهر وتزكيهم بها، وصل عليهم ثلاثة. طب النبي مات، صلى علينا ازاي؟ صل انت على النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه، بس محلولة. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآية اللي بعدها: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. بترتيب اهو، شو احنا قلنا كل كلمة في الوحي مترتبة وحي لازم عند رب العالمين. فالواجب العملي اولا النهارده لله دي اول ما ترجع، وبكره بكره خميس، الجمعه اخر فرصه لحد غروب الشمس، هيخش بعد كده شعبان. قبل ما يخش شعبان لازم تكون ايه؟ مخلص كل الذنوب. بالليل تتوضا، تحسن وضوء، تصلي ركعتين، بعد ما تخلص: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الدعاء اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه، دعاء سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوه، يعني ايه ابوه؟ يعني اعترف. واخرون اعترفوا بذنوبهم. اعتراف بيعترف لمين؟ لرب العالمين. هي دي بقى: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. الآن توبة نصوحة خالصة لله سبحانه وتعالى قبل ما يخش شعبان، ممكن تكررها النهاردة الليلة دي وبكرة لحد ما يخش شعبان. طب في شعبان صدقة،
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها، تزكي على طول، وقول اعملوا أعمال صالحة. طيب ليه؟ لأن قلنا شهر إيه؟ شهر غفلة يغفل عنه كثير من الناس. فإن استطعت أن تكون في شعبان صائما، النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند الترمذي وحسنه أهل العلم، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليل. ليه؟ وأحب أن يرفع عملي وأنا كما ذكرنا في أول الدرس وأنا صائم. فإن استطعت أن تكون من الصائمين فبها ونعمة. شعبان مش شرط تصوم كل اثنين وخميس 13 14 و15، ما استطعت من شعبان. إن استطعت أن تقوم بالليل ولو ركعتين وتوتر 4 ركعات توتر، ما استطعت، بس تداوم عليها إلى أن يأتي رمضان فبها ونعمة. إن استطعت أن تصدق في شعبان، خذ من أموالهم صدقة فبها ونعمة. إن استطعت أن تكون من الذاكرين، تختم لك ختمة في شعبان، ختمة قرآن أو ختمتين في أعمال صالحة، الذكر، أي عمل صالح في شعبان، كل ده إيش؟ يطهر. ليه؟ لأن برضو أنت مش معصوم، أنت ممكن في شعبان تقع في الذنوب برضو. ولكن عندنا منحة ربانية. اسمع الحديث اللي قصته ورد الصحابي، عفوا، اللي قصته وردت في الصحيحين وغيرهم. كان شاب في العشرينات، كان بياع تمر في المدينة المنورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد الوحي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والشاب ده عنده 28 سنة. الشاب ده كان بياع تمر، الصحابة مش معصومين. صحابي دخلت عليه امرأة وهو يبيع التمر، ولكن وقع معها في محظور حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، هو وهي في المحل. المهم افتتن بها لأنه مش معصوم كما قلنا، فأهوى إليها فقبلها. فإيه؟ قبلها في عهد النبوة. الشاب ده سمع أذان إيه؟ أذان العصر، طلع يجري على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عافينا، في هذا الزمان في بعض الناس اللي قاعد يعمل معصية ويسمع الأذان ولا في دماغه، بل ربما يعدس الأذان والأذان التاني برضه ولا في دماغه، قاعد بيعمل معاصي مش في دماغه، ربنا عافينا وإياه. لكن ده قلبه صاحي، قلبه حي، سمع أذان العصر، ساب الست وساب المحل وطلع جري على إيه؟ على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل لقى أبو بكر رضي الله عنه جالس، فقال له: يا أبا بكر، حدث مني كذا وكذا وكذا، تعالى تكون مهيئا لموسم السباق، لأن لله في كل ليلة في رمضان عتقاء من النار. مش بالحظ كده، لا، الناس دي ربنا بينتقيهم انتقاء، الناس دي ليهم مواصفات، الناس دي كانت مستعدة من قبلها، مش داخل رمضان كده يلا هنصوم بكرة يلا بينا. انت فين استعدادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف بنصوم شعبان كله إلا قليل، انت فين عامل حاجة؟ احنا من دلوقتي المفروض نستعد. خلاص؟ تخش شعبان وانت واقف على خط البداية بتاعت السباق، مستعد للانطلاق، تسابق في ايه؟ في موسم رمضان، تكون من الفائزين بالعتق من النيران بإذن الله تعالى. معذرة أطلت عليكم اليوم، ولكن الموضوع كان محتاج. فختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمع القول فأتبعوا أحسنه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتب علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نستهديك ونسترضيك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعمدها يا رب العالمين. اللهم
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لطاعتك في شعبان، ووفقنا لطاعتك كما تحب وترضى في رمضان، واجعلنا يا رب العالمين من الذين يدركون رمضان ويصومونه ويقومونه ويكونون فيه من العتقاء يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.